صباح الخير لك المشاهدين وين ما كنتوا عم تتابعونا بيوم جديد. ان شاء الله يا رب هاليوم يحمل معه كل الخير وكل الحب وكل البركه والارزاق لكل العالم، واهم شيء الصحه. ان شاء الله يا رب هيك ايامنا وتحضيراتنا لبدايه عام دراسي تكون خفيفه العبء على كل الناس. يسعد صباحكم، ان شاء الله نهاركم يكون مثل ما بتتمنوا واحسن. وبدي صبح على نور. صباح الخير يا نور. صباح الخير. يسعد صباحك. كيفك اليوم؟ الحمد لله تمام. ان شاء الله على طول. يسعد صباح جميع مشاهدي الاخباريه السوريه وين ما كنتوا عم تتابعونا. رحلة صباحية جديدة عم نبتديها معكم، فيها محطات عديدة من دمشق والمحافظات السورية، لهم حصة أكيد برحلتنا لليوم. لكن مع بداية كل رحلة بنتمنى هالنهار يحملكم الخير والبركة وراحة البال ورزق الكتير لكل الناس. فاصل صغير نبتدي رحلتنا لليوم. والبداية خلينا نروح ضمن تقريرنا ونتعرف على معلومات يمكن بنعرفها ويمكن لا. معلوماتنا لليوم عن أغرب الأماكن السياحية حول العالم. البداية مع السلم إلى الجنة في هاواي، رغم أنه غير مفتوح للجمهور ويحظر تسلقه بسبب خطورته، إلا أنه السلم إلى الجنة المعروف أيضاً باسم الطريق إلى الجنة يعتبر من أهم الأماكن السياحية. بيتكون السلم إجمالاً من 39,022 درجة على طول السلاسل الجبلية بالمنطقة، ما يجعل الرحلة شديدة الانحدار وخطرة لكنها رائعة. النهر المسحور في الفلبين، نهر هنتاوان بالفلبين، حصل على هالاسم بناء على الاعتقاد بأنه مسحور بسبب تعدد ألوان النهر غير العادية والأعماق غير المستكشفة، واللي بدوره كانت البطل في عدد من الأساطير المحلية حول هذا النهر مثل قصص جنيات. بوابة الجحيم في تركمانستان، وهي عبارة عن حقل غازي طبيعي في تركمانستان تعرض للانحدار عام 1971 ضمن كهف تحت الأرض، وتبلغ مساحة فوهة الغاز 53,000 متر مربع، ويعود سبب التسمية بعدما أضرم الجيولوجيون النار في الحفرة لوقف انتشار غاز الميثان، ويقال أنها تحترق منذ ذلك الحين. يمكن ليا كثير من الناس بيعانوا من الحساسية بهيدا الفصل وهي الأوقات. خلينا نتعرف على بعض القصص اللي ممكن تزيد مناعتنا، ومنها شرب العصائر والفيتامينات. خلونا نتابع. الغذاء النباتي يعرف بخصائصه المفيدة للصحة، وخصوصاً بكمية الألياف الصحية والفيتامينات والمعادن التي نجدها في مجموعته من الخضار الحبوب والفواكه. فمن ما يتكون النظام الغذائي النباتي الصحي؟ الحديد. نبدأ من عنصر الحديد كناقل للأكسجين في الدم، وأبرز مصادر الحديد للنباتيين هي الحبوب والسبانخ والفاصولياء واللوبياء والعدس وأوراق اللفت. الكالسيوم الذي يساعد على بناء والحفاظ على صحة العظام والأسنان، ويمكن الحصول عليه إلى جانب الحليب ومشتقاته من الخضروات ذات الأوراق الخضراء الداكنة كالبروكلي. الزنك هو عنصر ضروري ومساعد لكي يعمل جهاز المناعة بشكل سليم، ولا بد من وجوده في وجبة من البقوليات كالفاصولياء البيضاء وفاصوليا الكلى والحمص. الفيتامين 12 وهو ضروري لتكوين خلايا الدم الحمراء والوقاية من فقر الدم، ويوجد هذا الفيتامين بشكل حصري في المنتجات الحيوانية، لكن في حال اتباع نظام نباتي يمكن الحصول عليه من حليب الصويا. أخيراً اليود هو أحد مكونات هرمون الغدة الدرقية الذي يساعد على تنظيم عمليات الأيض والنمو، وقد لا يحصل النباتيون على كمية كافية من اليود من نظامهم الغذائي ويكون معرضين للإصابة بنقص اليود. لذلك يمكن الحصول على هذا العنصر من فول الصويا والبطاطا الحلوة. عناصر غذائية لكل واحد منها أهمية في استمرار عمل وظائف الجسم وبشكل سليم.
أيام قليلة يا نور بتفصلنا عن بدء العام الدراسي، يعني في عبء كتير كبير على الأهل بظل الغلاء يلي عم نعيشه والوضع الاقتصادي يلي كتير صعب. كيف بدنا نحضر أبنائنا نفسياً؟ كيف بدنا نحضرهم وما ننقص عليهم شيء من ناحية القرطاسية، من ناحية الملابس أيضاً الخاصة بالمدرسة والخاصة بالشتوية يلي ناطرتنا؟ أكيد يمكن في كتير أهل عليهم هلأ حالة نفسية وضغوط كتير كبير، منلاقيهم يعني معصبين بينهم يأمنوا لأولادهم وبينهم يأمنوا الشتوية القاسية ناطرتنا أكيد أيضاً. ونحن نحكي عن هيدا الموضوع، كيف فينا ببعض الخطوات نهيئ طفلنا خصوصا الطفل المستجد لبداية العام الدراسي. ممكن يكون مر بمرحلة رياض الأطفال، بس دائما يمكن كصف أول أو طفل مستجد بالمدرسة إلى وقع خاص على نفسية وشخصية الطفل، وقديش ممكن فعليا نحن كأهل بنخفف وقع هي الحالة على الطفل. لنحكي عن هذا الموضوع أكثر معنا الدكتورة رولا صيداوي، أستاذة في علم النفس. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا، صباح الخير. صباح الخير دكتورة. صباح. يعني هلا عم نلاقي الأهل مثل ما بيقولوا يعني دائما معصبين، دائما متوترين، يعني في عبء كتير كبير بين رغبة وخوف. تماما، عبء كتير كبير على راسهم، على الوضع الاقتصادي الصعب، على المعيشة الصعب. خلينا نحكي بالبداية نحن كأهل كيف فينا نهيئ حالنا نفسيا قبل ما نهيئ أولادنا لاستقبال عام جديد، شتوية جديدة، يوم جديد بحياتنا أصلا. هلأ بداية نحن بدنا نقول إنه الله يعين، بنقول يعني هو الظرف الاقتصادي صعب على الجميع. نقطة كتير مهمة إنه أنا بدي يعني عود ابني قبل ما يبدأ يفوت لهي المرحلة الجديدة إنه هلأ إحنا فايتين، بدنا نشجعه. ما فينا كمان نضل نقول له إنه وضع صعب وما فينا وما فيني أمل لك كل متطلباتك، فهو بيصير بيسان عنده يعني عدم شغف للذهاب للمدرسة. قدر الإمكان شو بقدر شجعه بشيء الأمور البسيطة منشجعه فيها. قد يكون ممكن نحن للطفل ناخده على مدارس تانية قبل بالدورات الصيفية بيكون للأطفال، نشوف كيف مثلا في ألعاب يشوفهم كيف هو بيتشجع. هلا نفسيا الولد بحب الطفل، بحب يعني يندمج مع الآخرين، بطبيعته كائن اجتماعي وبامتياز يعني. فهون بالنسبة للطفل من قلنا نحن قدر الإمكان. هلأ كيف بدنا نحن أنه نقدر نستعد كأهل أو كآباء وأمهات الأطفال؟ هي بدنا يعني واقع هو صعب، بس بدنا قدر الإمكان نأمل المتطلبات الضرورية. في شيء أهم وفي شيء مهم، بدنا نقدم الأهم على المهم. ما في داعي أنه للطفل نأمل له كل ما يشوف من زملائه شو موجود عندهم. قد في عائلة وضعها ميسور أكثر من عائلة، هي بدنا نلتفت إلها ونفهم أولادنا أنه مو كل الأمور لازم تكون متاحة لك بهالظرف الصعب. طيب خلينا دكتورة نحكي يعني السنة الدراسية الأولى للطفل بالمدرسة إلى وقعه الخاص، شو هي التصرفات الطبيعية اللي ممكن يتصرفها الطفل، وأيمت منقول هاي التصرفات مش طبيعية لازم نوقف عندها يعني نقدر نهون الموضوع أكثر على الطفل؟ هلا عادة الأطفال بشكل عام بيكونوا متعلقين بأمهاتهم، وخصوصي إذا بداية المرحلة بداية جديدة، فبصير في عندهم نقمة، بصير في عندهم إنه صراخ، بصير في عندهم تعلق، بصير بيتحججوا بحجاج إنه وجع بطن، إنه أنا ما بدي أروح، أنا ضعيف، أنا مريض، بهي الأعذار بيقولوها. هلأ الأكيد خصوصي الأم اللي مو أول طفل عندها، طفل الثاني أو الثالث، صار عندها خبرة بهاي الأمور، صارت ملمة. نقطة كتير مهمة إنه هذا الأمر طبيعية إذا قالتها. هلأ الغير طبيعي لما بيروح لهنيك ما بيندمج، بصير في بيعمل أعمال شغب، بصير في بعض سلوك عدواني، بيضرب رفقاته، بيصير بيأذي زملائه بالصف أو خارج المدرسة، هذا صار غير طبيعي. هلأ قد سمعان الطفل من بعض أنه في المدرسة ما رح يحبها، بدون ما رح تتميز، بدون يضربوك رفقاتك، بياخد الجانب السلبي، بصير عنده خوف سابق، بصير عنده ردة فعل سلبية أنه أنا ما بدي أروح قبل ما يدخل للمدرسة. لذلك نوهت ببداية اللقاء أنه ناخده على روضات قبل ما تبلش المدرسة، شوف النموذج الحلو انه اطفال عم يلعبوا في، خصوصي المرحله الجديده بيكون في مثلا مراجيح، بيكون في خصوصي للروضات، يشوف انه في رسم،
في ألوان، في معارض رسم، هي بقلب المدرسة بتشجع فيها. تمام. كمان دكتورة خلينا نحكي عن تحضير الطفل من خلال المشاركة مع أطفالنا بشراء القرطاسيات، بشراء التياب، بشراء الحاجيات الخاصة بالمدرسة، كيف هو لازم يختارها، كيف هو شو بيفضل وشو بيحب. تمام. هلا في نقطة مهمة إنه طفل طبعاً يعني عندنا الإمكانيات، خلينا تماما سؤالي يعني. كتير حلو. إنه أنا بتذكر كنت صغيرة دوما أنا شارك بابا وماما تروح جيب إنه غراض لمدرسة. الوضع طبعا بيختلف. أهم شيء إنه أنا أخذ ابني وأقول له بدنا نروح ناخذ نشجعه نرغبه مع في مكافأة لأنك أنت فايت لمرحلة جديدة. بس في نقطة كتير مهمة، أنا ما بأخذ ابني، يعني أنا كعائلة وضعي مثلا يعتبر وسط أو أقل من الوسط حسب وضعي، باخذه اللي بقدر اشتريها، ما باخذ للاسواق اللي فيها كثير في رفاهيات. بتشوفي انواع الحقائب واشكالها والمعالم، هلا صار في كثير فن فيها، فهو بده الطفل يطلب ويشتهي، فانا باخذه للاماكن اللي انا فعلا انا قدرت اشتري من هذا السوق باخذه فيها، يعني ما فيني اخذه يتطلب وما فيني امله طلباته. هي نقطه كثير مهمه، انه انا بقول له رايحين على السوق المعين بيكون الاسعار كلها متقاربه وبقدر باستطاعتي اجيب له سواء او ممكن مكتبه تكون قريبه لبيتي باخذ له بجيب له شو لازمه. هي كتير مهمة. شراء الطفل بتشجعه بترغبه نفسيا، إضافة لمعلش لا معني إذا في ألم يعني عليه لعبة عليه ورزة عليه، هذا بيشجعه للطفل. الدفاتر عم يحبوا اللي فيها صور الرسومات الأطفال، هي كتير عم تشجعه فيها، بتهيئه نفسيا. هلأ بدنا نحط له يعني نحن مو دفعة واحدة كأهل نقول له أنه سلبيات المدرسة، لا كل مرة منمرق له انه بدنا نفيق بكير، بس هذا الفئة بكير في عنا مثلا بكير بتلاقيك نشيط بدك تروح فيك تلعب مع رفقاتك، مو نقول له اياها دفعة واحدة لانه بيرفض بعدين. طب ذكرتي خلال حديثك بعض التصرفات للأطفال المستجدين للمدرسة ممكن يقوموا فيها، من قلق وخوف الطفل من الانفصال عن أمه، يعني هي المرحلة كمان حساسة، كيفية التعامل هون مع الطفل كيف رح تكون؟ يعني حتى أحيانا الأم بتكون هي متعلقة زيادة بالطفل. تماما. في أحيانا بعد إذا عم نحكي عن الروضات هلا التحضيرية، يعني هو مرحلة تحضيرية، هي أول دخوله للمدرسة عم تسمح يعني انه بداية انا بوديك، بس بيجي بيكون وقتها اللي بيجي بشوفك ممكن بفترة الفرصة او ممكن مثلا انا بطلع عليك، فهو بيصير بيتشجع بالنسبة للام وبالنسبة للطفل. بتكون على تواصل مع المدرسة، مع اذا في مثلا يعني مع اذا مواجهة تربوية بتكون على تواصل معه. الان بصير في تعزيز للطفل، او خاصة المرحلة الاولى بتكون فيها ما فيها الضغط، يعني خصوصي بداية المدرسة بياخدوهم أحيانا رياضة، بيعملونهم رسم، بيعملونهم أنشطة صفية، هي بتشجع الطفل لأنه هو بيحب يندمج، يعني هو صح متعلق بس بيحب يندمج مع رفقاته. فهون نحن بدنا يكون الوقت ما يكون الوقت كبير كتير، يعني في روضات الآن يمكن دوامة بيكون مثلا 5 ساعات 4 ساعات 5 ساعات، هي معقولة، وإذا قدرت تطل مثلا بتشوفه بتطلع عليه هو بيشوفها بيطمن أكثر. هلا هو عادة بيكون يا أما الولد متعلق كتير بأمه هي بدها تبعته، يا العكس الأم متعلقة والولد بده يروح بده يشوف، يعني ما بيكونوا اثنين متعلقين ببعض بشكل عام، يعني النسبة الأكبر. فلما بيكون الطفل هو حابب كتير يروح، الأم شوي معلش تخفف عن نفسها وتشجع حالها، لأنه كتير مهم إذا ضل تعود. هلأ أول شيء بيكون منطلق، متى ما صار مرحلة الابتدائي والإعدادي بصير العكس، هي بدها تبعته هو ما عاد بده، إنه لا بده يرتاح خصوصي بأيام الشوب أو البرد. فهون بدها هي تشجع نفسها وتعطيه الجانب خلينا نقول الإيجابي من كل الأطفال، فلان وطفل فلاني وابن مثلا جيراننا شوف شلون راح ولعب ورسم ولعب رياضة وأخذوا أنشطة، تعطيه كل شيء التعزيزات حتى هو يتشجع. إضافة لا مانع للتعزيز بالنسبة للبيت، لو هي تعمل له أكل هو يشارك فيها. يعني نعم دكتورة، كتير منشوف من الأطفال دائما عندهم ملاحظة أنه رفيقي ساندويشته أطيب من ساندويشتي، عنده شغلات أطيب من اللي أنا عم باخدهم، يعني دائما الطفل قد ما كان عينه شبعان بالبيت بحب يقلد، بحب يتطلع أنه ليه هو عنده أنا ما عندي. اليوم القدرات القليلة بشكل عام صعب. ضمن مجتمعنا يمكن ما بتسمح بزيادة الأنواع وتنوع ضمن السناكات أو ضمن الفطور يلي بيبعتوا الأهل على المدرسة. خلينا نحكي اليوم قديش مهم نحن كمدرسة
المدرسة نعزز مثلا ثقافة التفاحة بدل البسكوت الشوكولا اللي يمكن هو كتير غالي صار على الأهل، حتى التفاحة يمكن صارت غالية، ساندويشة يحددوا مثلا أنواع من الساندويشة اللي مسموح فيها، نبعد شوي عن المظاهر الغالية اللي المجتمع الباقي ما بيقدر يقدمها لأبنائه. خلينا نحكي قديش هي سلبية بتأثر على الطفل إذا نحن ما قدرنا نعمل كنترول، وكيف فينا نحن نخلي الطفل أنه يعني يقتنع قدر الإمكان شيء يعني ميسور ثانوي كمان بنظره هدول القصص. في نقطة تماما، في نقطة مهمة انه هلا بدي اعزز له لابني من خلال تلقين انه انت هو مثلا معه هي الساندويشة، هو معه هي النوع، خلينا نقول مثلا هي نوع شوكولا او نوع اذا ساندويش او لبني او اي شيء، هو لانه ما بيقدر ياكل او ما بيحب النوع الثاني، انت بتحب هذا النوع. نقطة مهمة كمان انه انا بقول له لابني كل يوم شو بدك انت مثلا، انه نحن نوع واحد، نعزز له نوع واحد بهي الاسعار الظروف الصعبة الاسعار الغالية، انه نوع واحد. انت هي صح نحن نعرف الاولاد على الاسعار؟ لا لا مو على الاسعار، مو على الاسعار انه نقول هي غاليه ما فينا لا لا نحن نقول له نوع واحد، نحن يوميا حتى خلص اليوم انت بدك هذا النوع بعد كم خلصت بنجيب لك النوع الثاني، ما مانع ننوع له، بس مو انه والله كل ما طلب هو بده رفيق او واحد اثنين، نحن بنكون حاطين له قائمه، هاي القائمه شوفي الطفل متى ما دربتيه من صغره بيتدرب، ومتى ما علمتيه بتعلم، هي عادات تعليميه بتكرري له اياها بيتعود. صح شاف هلا ممكن مندخل له اذا في نوع ثاني، بس مو كل ما يطلب، لانه في عندك اول شيء بنبدا بالساندويتش، بعدين في عنا الشناتي والألوان والألعاب والحقائب وإلى آخره واللباس والبوت، وهذا عالم تاني، فنحن ما فينا نقول تمام. هي نقطة كتير مهمة نعلمه عليه أنه نحن هذا النوع، أنت بكرة بدك نوع بعد كم يوم خلصنا، لكن سحر فيك معه، بس هذا ما فيه ياخذ النوع اللي أنت عندك، يعني نعطيه الجانب أنه أنت عندك نوع هو عنده نوع تاني، بعدين بيصير تبادل، يعني حتى بس يقتنع أنه بس رفقاته كل شيء عندهم هو محروم من كل شيء. فكرة الحرمان ما نذكرها قدام أولادنا، فكرة عدم نقدر تأمين كل متطلباتهم، منعلمهم شوي شوي بس ما نورجيهم بضغط نفسي أنه نحن ما فينا، نحن هلأ هيك غيرنا ما عم يقدر يأمن هذا الشيء، حتى اللي أنا عم أمن لك يا سواء حقيبة أو سواء هذا النوع، غيرنا ما عم يقدر يأمن حتى يعرف حاله أنه هو فعلا بي يعني أفضل من غيره. طيب خلينا نحكي، يعني حكينا بعض الخطوات لتهيئ الطفل للمستجد لدخول المدرسة وكيفية تعامل الأهل معه. أحيانا في أطفال عنيدين هن، يعني كيف الأنفية تتصرف مع الطفل العنيد ببداية العام؟ يعني بتلاقي هو عنده تصرفات مختلفة أساسا عن الطفل العادي، بطريقة أنه أنا كيف بدي أروح على المدرسة، كيف بدي هيئ، وطريقة البكي الصراخ المتكرر. هو في نقطة مهمة إنه عنادة الطفل هي ما لها بالوراثة، هي سلوكيا صحيح، وهي تربية صحيح، وهي نتيجة تكرار الطلبات لتنفيذ طلبات الطفل أو نتيجة تحميل أعباء الطفل، بصير عنده رفض بصير عنادة. يعني أنا مثلا لما ابني بقول له بهاللحظة بدك تضب ألعابك وترتب أغراضك وبدك تساعدني وبدك تتغدى وبدك تتحمى إلى آخره، بصير عنده كل هالأمور وهو صغير بيرفض كل شيء، بصير عنده عنادة. ولما بيعرف إنه أنا عم نفذ طلباته رغم انه هو عم يبكي او يصرخ، فبصير هو بشكل طبيعي انا كل ما صرخت او عندت اهلي بده ينفذوا لي طلباتي، فبيقوم هو شو بيعمل بيعتز بهذا السلوك. فهو هذا سلوكيا هو تربيه وليس وراثه. بالنسبة لأنه بده يكون في صراخ، نحن في هاللحظة بدنا نشد شوي عليه إنه إذا بكي يلا مو بدك اليوم تروح، بلا بصير إيه شغلة طويلة، يعني بصير إيه ما في مشكلة ما بدي يروح بكرة بعد كم يوم ما عاد بدي يروح. دوما العاطفة عند الأم غالبة صحيح، بس أنا إذا بدي وظفها دوما العاطفة أنا معناتها ما بيكون عندي، يعني إنه الأمر الجدي هون ابني لح يخسر فرص كتيرة بداية بالطفولة، بعدين لح تستمر للمراهقة إلى آخره. الطفل لما بده يبكي نحن نعطيه جانب إيجابي، أحيانا ممكن نتفق مع المدرسة ترغبه تعززه، تعطيهم مثلا أنشطة ألعاب تخليه بالصف يقوم، غير تعطيها التعزيز الإيجابي الدفع المعنوي، بصير هو بصير في عنده رغبة. والتجديد ضروري دوما، بداية المرحلة بين الأم والمدرسة كتير مهم، الأهل والمدرسة كتير مهم، لأنه نصف العبء على الأهل ونصف على المدرسة، إذا ما كان في تعاون هون فيه رح نخسر كتير. تمام دكتورة، خلينا نحكي بنقطة الانفصال الولد عن أمه، يمكن بالجاردوري أو بالروضة التحضيرية عم نشوف عم يصير في سلوك يمكن جديد
يرجع يتبول على حاله، يصير عنده يمكن ينفر جسمه من بحبوب نتيجة حالة نفسية نتيجة الحصر المضايقة يلي هو يعني نفسيا عم يضايقها. اليوم خلينا هيك نحكي بعض النقاط إذا لاحظتها الأم على ابنها ببداية العام، ببداية دخوله إلى المدرسة، هل هي حالة طبيعية تمر مرور الكرام ولا لا لازم نلجأ إلى أخصائيين نفسيين؟ لا أكيد، خلينا بس نحكي أي تمام. شيء طبيعي وشو هو أكيد الحالات الاستثنائية. تماماً، هلأ الحالات الطبيعية أنه بيبكي أول كم يوم، بيصير فيه بتعلق، ما بده أمه تتركه، بعدين شيئاً فشيء لا بصير بتعود مع ترغيب، هي ذكرناها. ده معنى فترة هي هلأ أحياناً في أولاد ممكن أسبوع يضلوا عم يبكوا، في من انه يكون مثلا كم يوم ممكن يوم حسب هي التربيه. هلا اللي غير طبيعي هالاعراض اللي عم ذكرتيها، هلا هون في كمان نقطه بتكون الاهل قبل ما يفوت الطفل عاملي له هذا الستريس، هذا الستريس اللي عاملي له اياه انه بدك تفوت على المدرسه في ضغط، اذا رفيقك ضربك تضربه، ما هو فايت اصلا خايف، فبصير عنده رده فعل سلبيه. اذا هذا فورا بتروح مثلا اخذ لك دفترك، اخذ لك محايتك، يعني بنعطيه الطاقه السلبيه وليس الطاقه الايجابيه، ما بنعطيه الجانب الايجابي، بصير هو عنده رده فعل سلبيه مثل ما ذكرتي بهالامر. في منهم بصير عندهم اغماء، في منهم بصير في عندهم اقياء. هي نقطه كثير مهمه، هي مو طبيعيه، لا اكيد بده يكون على طبيب، يعرض على طبيب. بس اهم شيء يعني نحن ما نعطيهم الطاقة السلبية، لأن الطاقة السلبية خسرنا أولادنا. كتير مهمة هالنقطة. يعني حكيت نقطة كتير مهمة، يمكن أخطاء يوقعوا فيها الأهل لتهيئة الطفل المستجد للمدرسة. خلينا نحكي شو هي أكثر الأخطاء الشائعة. يعني ذكرتي نقطة أنه ممكن الأهل هن اللي يأسوا يعطوا الطاقة السلبية لدخول المدرسة. شو هي يمكن أكثر الأخطاء اللي بيوقعوا فيها وفينا نركز عليها بحيث فعليا بالمستقبل ما حدا يوقع فيها؟ صحيح تماما. هلا أكثر الأخطاء أنه الضغط النفسي، الصعوبات، بنقول لهم انه نحن ما فينا فورا نأمن لكم طلباتكم، بنقول لهم انه دوام طويل، ظرف صعب، مثل ما ذكرت انه رفيقك ضربك بدك بالمقابل انت تضربه، بدكم يعني بحس حاله فايت بحاله شجار وصراع، هو مو فايت لحتى يكسب اصدقاء. نقطه ثانيه انه نحن بنقول له هلا في عندك اصدقاء ثانيين، بتصير انت وياهم بتصير مع بعض مجموعه، بيجوا لعندك بتصيروا بتقدروا تدرسوا سوا، بتقدروا تروحوا مثلا على تلعبوا سوا، نعطيه هذا الجانب الايجابي، ما بنعطيه انه لا ما في تروح لعند حدا، هذا الضغط السلبي، ما في تحكي مع حدا. هي نقطه كثير مهمه حتى نتجنب المشاكل، دوما نعطي التعزيز الايجابي والدفع المعنوي كثير مهم، سواء اطفال او مراهقين او حتى كبار، نحن بحاجته. صحيح تمام. دكتورة يعني بدنا نتمنى هيك عام دراسي يكون خفيف على كل الناس، وهيك ما حدا يقابل شيء سلبي من أولاده. شكرا كثير لك ولكل النصائح اللي قدمتي لنا اياها. شكرا لكم. شكرا لك دكتورة. أما هلا مشاهدينا بننتقل من عالم المدرسة والطفولة لعالم السياسة وموجز لآخر المستجدات السياسية بسوريا والعالم مع زميلتي شيرين. صباح الخير شيرين. صباح الخير نور. صباح الخير ليا مشاهدينا. موجز لي أهم وآخر الأنباء بعد هذا الفاصل. أهلا بكم. برعاية السيد الرئيس الفريق بشار الأسد القائد العام للجيش والقوات المسلحة، أقامت مديرية شؤون الشهداء والجرحى والمفقودين بالتعاون مع الإدارة السياسية حفلا تكريميا في دار الأسد للثقافة والفنون للطلبة المتفوقين في شهادتي التعليم الأساسي والثانوي العام للعام 2023. ونابع عن السيد الرئيس في رعاية الحفل السيد العماد علي محمود عباس نائب القائد العام للجيش والقوات المسلحة وزير الدفاع. العماد عباس ممثل راعي الاحتفال ألقى كلمة نقل فيها تهاني السيد الرئيس الطلبة المتفوقين وتمنياته القلبية لهم بدوام الصحة والنجاح والتفوق، مشيرا إلى أن هذا التكريم يحمل معان ودلالات كبيرة لكونه يأتي تقديرا لأهمية التحصيل العلمي ويعبر عن أصالة هذا الجيل وانتمائه. وجرى خلال الحفل تكريم الطلبة المتفوقين وتوزيع الشهادات، ثم قدمت مجموعة من طالبات مدارس بنات الشهداء فقرة فنية.
بحث رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان والوفد المرافق سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. وتناول اللقاء آلية متابعة تنفيذ الاتفاقيات والتفاهمات التي تم التوصل إليها خلال زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى سوريا مؤخرا ولقائه السيد الرئيس بشار الأسد وسبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين. كما بحث وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد مع نظير الإيراني حسين أمير عبداللهيان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين إضافة إلى الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام. المقداد وخلال مؤتمر صحفي مشترك أكد أن صمود الشعبين السوري والإيراني في مواجهة جميع التحديات والمؤامرات الغربية بطولي ويعكس التفاف شعبي البلدين حول قيادتهما والسياسات الشجاع التي يتبعها البلدان في مختلف المجالات. وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أكد على مواصلة محاربة الإرهاب وأنه يجب على الولايات المتحدة أن تكف عن الأذى الشعوب المنطقة كما أدان الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية. وفي خبرنا الأخير استشهد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة بزعم طعن مستوطن في القدس المحتلة. كما أصيب الشاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس قرب مستوطنة بيت حاجي في الخليل بالضفة المحتلة. وبحسب ادعاءات جيش الاحتلال فإن سائق مركبة فلسطيني دهس مجموعة من الجنود على مفترق 200 قرب مستوطنة بيت حاجي جنوب الخليل. ختام الموجز والآن عودة إليك نورة. شكرا لك شيرين. أما هلأ بننتقل لفقرتنا التالية لنحكي عن موضوع جدا مهم. اليوم كثير من الشباب والصبايا عم يعملوا مشاريعهم الخاصة ليا وعم يحاولوا يمكن ضمن الظروف والإمكانيات يكون في ريادة أعمال خاصة بالشباب. تمام نور، وأكيد عبر صباحنا استضفنا ناس عندها الموهبة وعندها الإرادة لصنع برودكت يمكن أو يعني بيتأقلم مع الوضع، إن كان لناس بحاجة لهذا المنتج ولا أفكار سورية 100% جديدة تنزل على السوق. ريادة الأعمال رح نحكي عنها أكثر، رح نحكي نحن اليوم يمكن كيف فينا يعني هي أفكارنا نسوقها، كيف فينا يكون عنا هي الإرادة إنه نكفي فيها. أيضا ضمن مساحتنا القانونية رح نحكي أكثر اليوم عن الجانب القانوني لريادة الأعمال مع أكيد الأستاذة المحامية لما الجمال. صباح الخير أستاذة. صباح الخير، أهلا وسهلا فيكي. صباح الخير وأهلا وسهلا فيكي. خلينا نحكي بالبداية ضمن القانون السوري يعني في شيء اسمه ريادة أعمال أو كيف عرفها أو صنفها القانون السوري لريادة الأعمال؟ هلأ القانون السوري تصنيفا أو تعريفا لريادة الأعمال لم يورد. ورد مفهوم ريادة الأعمال في قانون تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة رقم 2 للعام 2016 بالمادة الثالثة، برد بفقرتين. أول واحدة أنه نحن لازم نكون عم نرسم سياسات واستراتيجيات لدعم الريادة والابتكار وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز مساهمتها في القطاع في الاقتصاد الوطني. 2 كان عم يطلب أنه ننشر ثقافة ريادة الأعمال والابتكار وتطوير الأعمال. فاليوم تعريف الريادة هو عشية عم يجي عن طريق التعريفات العالمية لريادة الأعمال. ريادة الأعمال اليوم بالمفهوم العام هي أني أنا أدرس سوقي، شوف شو في فرص، واشتغل على أساس ننظم الموارد الخاصة إلا لأخلق بيئة عمل جديدة منها بدي يجيب أرباح على المدى الطويل، وهي أهم فقرة ننتبه عليها بموضوع ريادة الأعمال، مما يساهم في تطوير بيئة الأعمال في 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 المنطقة اللي عم يشتغل عليها هذا المشروع، ومما كمان يدعم الناتج القومي. هذا التعريف البسيط لريادة الأعمال عالميا. تمام أستاذة، لما خلينا نحكي اليوم عنا بسوريا قانونيا يعني ريادة الأعمال على شو بتنص؟ كيف بتحمي الناس يلي حابين يعملوا أي منتج جديد؟ كيف نحن فينا يمكن عم نحكي على هيك مدى أو عم نحكي بمجالات صغيرة نحن فيها نحمي شبابنا ضمن ريادة الأعمال؟ هلأ إذا بدنا نحكي عن رائد الأعمال هو شخص بأول شيء بيخلق أو بيبتكر
سلعة، وسيلة إنتاج، سوق أو وسيلة تنظيم جديدة، وعن طريقة ممكن ينشئ مشروع. طب شلون أنا بعتبر أنه هذا الشخص ريادي أعمال لازم يساهم بإنشاء مشروع جديد قد ما كان حجمه؟ مبدئيا بالقانون السوري الشكل او بالاحرى تتضح فكره رياده الاعمال بقانون تنميه المشروعات الصغيره والمتوسطه اللي قلنا هو رقم 2 لعام 2016، واللي قال انه نحن لازم نرسم سياسات لحتى ندعم موضوع رياده الاعمال في سوريا، وقال لك انه لازم نشجع وننشر الثقافه ونشجع على الابتكار. شلون شو وين هذا بدنا نلاقي؟ بدنا نلاقي عن طريق الهيئه اللي تم احداثها بموجب هذا القانون، اللي بيقول انه اليوم في هيئه خاصه بتنميه المشاريع الصغيره والمتوسطه. مبدئيا تم اعتبار انه هي المشاريع تشمل مشاريع رياده الاعمال رواد الاعمال. شو بنعمل اليوم؟ هيدي الهيئه من اهم اهدافها انه تعمل دليل استرشادي للمشاريع الصغيره ومتناهيه الصغر. فاليوم الابتكار بيكون له دور موجود بهذا الدليل الاسترشادي. على اساسها نحن بنصنف انه نحن اليوم المشاريع الصغيره ومتناهيه الصغر هي اي مشروع عمل باي قطاع، بس اليوم بنشوف قديش حجمه بالسوق. فكمان اليوم شوي حجمنا الابتكار، بس اليوم عطيناه بيئة قانونية داعمة. هي كمان اليوم طلب هذا او من احد اهم مهام هي الهيئة، انه اليوم تدمج خطة التنمية الوطنية بخطة تنمية مشاريع صغيرة. لازم يكون عم تحمي المنتجين الجدد، لازم عم تقدم لهم الدعم القانوني والإداري لحتى يقدروا ينشئوا مشاريعهم، لازم بتكون عم تعطيهم سبل لحماية أفكارهم إذا كان عندهم فكرة من خلال دائرة حماية الملكية الفكرية بوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك. هدول المهام عن طريق الهيئة اليوم عم تعمل سبل لريادي الأعمال اللي يقدر يكون محطوط بمحل ببيئة تشريعية بتسمح له أنه ينشئ بأمان هذا المشروع. الأهم أنه نص المرسوم على أنه يكون في بيئة في شبكة حاضنات أعمال. هاي شبكة الحاضنات الأعمال كمان هي بتشكل باب الأمان الأول لتسجيل فكرة صحيح. المشروع وإطلاقه. قبل ما نحكي عن الحاضنات لريادة الأعمال، وهي نقطة كثير مهمة لازم نحكي عنها، خلينا نحكي شو هي المعايير اللي شرعها القانون لدخول ريادة الأعمال. يعني إيمت بقول هيدا الشخص هو من رواد الأعمال؟ يعني أكيد في معايير معينة أساساً لحتى أقول هو فعلياً ضمن ريادة الأعمال. ريادة الأعمال بتدخل بشق ما له علاقة حالياً قانوني، ولكن بتدخل بشق صار ثقافي واضح. اليوم رائد الأعمال عم يكون عنده ابتكار أو فكرة جديدة أو وسيلة إنتاج جديدة أو وسيلة تقديم خدمة جديدة. هذا ما يسمى بريادي الأعمال. يعني اليوم شغلة نحن بنعملها كل الأيام، صلنا بطريقة محددة يبتكر طريقة جديدة لتقديم هي الخدمة، هو ريادي أعمال. هذا الشخص اليوم عم يقدر يحصل على حماية براءة فكرة إذا كان عنده اختراع جديد، عم يحصل على حماية نماذج صناعية إذا هو عم يقدر يجيب منتج موجود برا وعم ينتجه بأيادي سورية وبمكونات سورية. طبعا عندك حماية نماذج صناعية، هذا الشخص حتى لو موجود النموذج برا، وفي أكثر من مشروع أنا اطلعت عليهم هن موجودين برا. تكلفة المشروع الأداة اللي عم يقدمها هذا المشروع برا عم تكون $1,000، عم يكون المشروع السوري عم يقدمه قريبا ب 100 أو 200 أو $300. فأنت اليوم هذا ريادي أعمال، ما حتى لو كان النموذج موجود برا، بس أنت اليوم عم بتعطي سوق جديدة هي السوق السورية، عم تقدر تخفض حجم الواردات، عم يمكن تبلش بتعمل تصدير بمحل من المحلات. فهذا المكون يسمى ريادي أعمال، ولكن هو منظم ليس بقانون ريادة أعمال، هو منظم بقوانين التجارة، هو منظم بقانون الاستثمار إذا قدر يطبق عليك مشروع. تماما. أستاذة لما خلينا نحكي عن المنتجات أو عن الجوانب اللي هي يعني القانون ما بيحميها، قانون ريادة الأعمال، يعني هلأ حكينا أنه نحن فينا نعمل منتج هو برا، فينا يمكن نجيبه ونرجع نصنع شيء شبيه لإله أو نستثمره هذا المنتج هون، القانون بيحمينا، ولكن شو هي الاستثناءات؟ هيك خلينا نعرف الشباب يلي ما بتحمي أو يلي هي خارجة عن القانون. حاليا القانون إذا أنت اليوم عندك مستشار يساعدك أنك تمشي خطواتك خطوة بخطوة
خطوه فهو حاميك بشكل كامل. نحن بنخاف على على رواد الاعمال لانه ما عندهم الامكانيات الداعمه، فهو ما بيروح بيستشير محامي لانه هي التكاليف باهظه، هو واحد عم يبلش مشروعه من الصفر. اليوم طوال ما نحن ماشي معك محامي، وهذا دور اليوم حاضنات الاعمال ودور الهيئه اللي نظم المرسوم، انه انت اليوم يكون عندك دعم اداري وقانوني لرائد الاعمال او لاي شخص عنده مشروع صغير او متناهي الصغر او متوسط. طوال ما انت ماشي على الخطوات القانونيه اللي بتحميك بالتاسيس بحمايه فكرتك اليوم، او عم تاخذ التسهيلات اللي عطيتك اياها الحكومه من تمويل او قروض، من اذا كان عندك انت وفقا لقانون الاستثمار اليوم عندك تخفيضات جمركيه او او او، فانت اليوم ماشي مرتاح. نحن خوفنا على رائد الاعمال انه هو عنده مخاطره عاليه وعنده موارد ماديه قليله، فهو بيلجا لتخفيض تكاليفه، فأول شيء بيعمله ببعد عن الاستشارات، بخاف الناس تسرق له أفكاره، كمان ببطل يطلع الناس على فكرته شو هي. كمان نحن عندنا مشكلة حزيرة، شو هي؟ قانون الحماية الملكية، حماية الملكية الفكرية شوي صعب، لأنه مثلاً بيقول لك إنه أنا لأحمي لك الفكرة لازم تكون غير مطلع عليها، فأنت اليوم هذا الشاب بده يطلع الممولين لحد تجي تموله، فإذا واحد هذا الشاب راح تمام شكراً، فأنت المفروض إنه أنا هذا الشاب بيكون عندي نظام حماية أقوى له لا 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 لحد أي، ولازم يكون في ما يسمى بعقود السرية وعدم الإفصاح الـ NDAs، هي مو موجودة الثقافة عندنا بسوريا، يعني اليوم في أكثر من مسابقة موجودة في سوريا لرواد الأعمال وللأفكار، هل عم يتم ما بعرف هل عم يتم توثيق عقود مع هذول لجان الحكم او مع الاشخاص المسؤوله عن هاي المسابقات، لانه ما تفصح او تكون عندها عدم سريه بند سريه انه اليوم يكون صحيح. عليها غرامات في حال طلعت ونشرت هاي الفكره او صح. سرقتها، فهون المحلات اللي لازم تغطيتها قانونيا في موضوع حمايه رائد الاعمال. وجميل انك يعني اضغطي على هاي النقطه، رح نحكي عن هاي الثغرات لانه مهمه، وعندنا نحن معرض الباسل للاختراع من اهم المعارض اللي بتحكي عن قدرات الشباب اليوم. بس خلينا نحكي عن المزايا، ذكرتيها سريعا بعض المزايا او اكثر المزايا اللي تمت للتسهيلات لرواد الاعمال، من التخفيض الجمركي مثل ما ذكرتي، في بعض المزايا يمكن الناس ما لنا مطلع عليها بشكل كامل. حسب الترخيص اليوم اذا نحن رايحين نرخص بقانون الاستثمار، فنحن عندنا اعفاءات جمركيه على كل واردات هذا المشروع، بس قانون الاستثمار شوي بيعطي حجم عالي للمشروع. نعطيني مثال، عم نحكي عن كافه التسهيلات. خلينا نجي للمشروع يعني انا حارجع لمشروع التمويل الصغير ومتناهي الصغر قوي، هون اليوم القروض هي اكبر داعم قدمه التنظيم. اليوم في عنا بنوك تمويل اصغر هي بتعطي تمويلات للمشاريع الصغيره اللي عنده مشروع، وكثير ننتبه لفكره للي عنده مشروع مو اللي عنده فكره، بده يكون دارس جدوى اقتصاديه ورايح عم يتقدم فيها وعم يقدر يحصل على على تمويلات وقروض هي كثير معفاة ايام من الرسوم وال ما يسمى بالانترست الفائده او فوائد قليله على هذا القرض. كمان اليوم حاضنات الاعمال هي عم تقدم بيئه داعمه واستضافه لهي المشاريع، بحيث انه هي بتعطيها المكان، بتعطيها الاستشاره، بتعطيها التدريب، بتعطيها المسانده القانونيه كامله، وعم تشبكها مع الممولين لحتى تساعدها لانها تطلع بمشروعها. هذا الشخص مثل اللي فايت على الجامعه وقت بيفوت على حاضنه الاعمال، بيفوت بياخذ كل المعارف اللي لازمته، كل الدعم اللي لازمه، وبياخذ شهاده تخرج وبيطلع من الحاضنة بعد الاستضافة، بيكون طبعاً تمكن من أنه يطلق مشروعه ويدر عليه أرباح، وبيضل عم يستفيد من الخدمات اللي بتعطيها الحاضنة لحتى ينتقل من فكرة مشروع رائد أعمال ليصير عمل منظم ومشروع منظم ما يطلق إلى سوق العمل. نعم، ما تزال لسه رائد الأعمال بحاجة إلى دعم أكبر. صحيح. نعم أستاذة لما خلينا هيك نحكي بنقطة، يعني عم نسمع دائما انه الحاضنات، وبنعرف الحاضنات هي يعني من اهم الحمايه اللي بتامن من الاي تو زد لرواد او رياده الاعمال. اليوم خلينا نحكي، هل في يعني نسبه بتتاخذ من المشروع او هي لا بس هي بتطلقوا لهذا الرائد الى اكيد اليوم لحتى تستمر حاضنه الاعمال بالعمل، هي مشروع كمان بالاخير، هي عمل بزنس، وما دام انا بدي انشر هي الثقافه لازم حتى ساعد بدي يكون عندي موارد.
هلا نحن في حاضنات ممكن تكون مموله من مشاريع معينه، ممكن من ممولين معينين تقول لك انه تسمح من... ايوه تمام. ممكن تسمح انه يكون عم يفوت بس بالاول صفر، ما يكون اي مشاركه له. ممكن اليوم تكون عم تشبكه مع ممول هو فعلا يفوت شريك معه يعطيه المصاري ويخلي المعرفه والعلم والنولج من هذا الريادي الاعمال وحتى يطلق مشروعه. فاليوم هاي القصه لسه ما تنظمت بشكل كامل يعني قانونيا، لانه هي حسب ترخيص حاضنة الأعمال، بدأت تلحق ترخيص حاضنة الأعمال وكيف عم يتأسس. بس اليوم أكد المرسوم التشريعي رقم 2 لعام 2016 على وجود حاضنات وإنشاء شبكة بين حاضنات الأعمال في سوريا لحتى تقدر تعمل بيئة آمنة لرواد الأعمال وللمشروعات الصغيرة. طيب هي في سوريا حصراً، ولكن الأبناء سوريا بالخارج فيهم يشاركوا ضمن هاي الحواضن، إن كان بس بالأفكار أو الابتكارات الجديدة من الخارج ولا لا؟ لا يمنع، لا يمنع وجود أشخاص عندهم أفكار وريادة أعمال إنه تجي تأسس بسوريا هذا العمل، ويكون لها شركاء اكثر من شريك، شخص موجود برا وشخص موجود جوا، ما دخل هي لا تمنع، هي لا يمنع. ولكن اليوم هدول الاشياء لازم يكون توثيقها القانوني في سوريا، يعني اليوم تاسيس الشركه في سوريا، مقرها في سوريا، انتاجها في سوريا، عملها في سوريا. اما غير هيك فما عاد اليوم نحن عم نشتغل على انه ندعم ناتج قومي سوري او ندعم اقتصاد سوري، وهو الهدف الاول لتشجيع رياده الاعمال والابتكار في سوريا، او اذا حكينا عن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وقتنا خلص معك أستاذة لما المحامية لما جمال، بالختام أكيد بدنا نشكرك على وجودك معنا، شكرا كثير. أنا بشكركم، شكرا كثير. شكرا كثير لك، وشكرا للجهود الشابة يلي بتعطينا الأمل يعني هيك ضمن الظروف وبالأوقات الصعبة يلي عم نعيشها. شكرا لطاقتك الحلوة كمان حبيبتي. شكرا أستاذة. أما هلا أكيد مشاهدينا متابعينا بصباحنا، وخلينا ننتقل إلى دمشق، وحيث أقام الاتحاد الوطني لطلبة سوريا فرع معاهد دمشق مكتب العمل التطوعي والأنشطة الاجتماعية فعالية ترفيهية لأطفال جمعية بيت العائلة لذوي الاحتياجات الخاصة في مقر الجمعية. نتابع التفاصيل مع زميلنا ماهر رجب. أقام الاتحاد الوطني لطلبة سوريا فرع معاهد دمشق مكتب العمل الطوعي والأنشطة الاجتماعية فعالية ترفيهية لأطفال جمعية بيت العائلة لذوي الاحتياجات الخاصة على أرض الجمعية بدمشق. أهمية هذه الفعاليات طبعاً دائماً تجي بتوجيهات من المكتب التنفيذي لأنشطة لزملائنا الطلاب سواء بالمعاهد سواء بالجامعات، ويكون في تفاعل ويكون في قرب ما بين الطالب وما بين أي نشاط اجتماعي، سواء مع طلاب ذوي الاحتياجات، سواء مع طلاب متطوعين، سواء مع طلاب بالفترة الجاية ممكن مرضى السرطان. مثل ما حكينا عملنا كمان بجمعية الإسعاف الخيرية، عملنا مع دار الأيتام هناك، عملنا كمان فعالية ترفيهية، كان في عنا فرقة موسيقية، اليوم حيكون في عنا فرقة مسرحية، وحيكون في عنا كمان عبارة عن عزف عزف عود، حيكون في عنا توزيع من بعض الرعاة، حيكون في عنا من أصدقاء التراث الشامي، أصدقاء التراث الدمشقي، هدول حيكون في عبارة عن أكثر من سكيتشات مسرحية ليكون في تفاعل ما بين أصدقاء التراث الدمشقي والطلاب اللي هن من ذوي الاحتياجات الخاصة. جمعية مثل بيت العيلة، مثل الاسم عم يسمى، بتكونوا فيها أطفال من عندهم حالات خاصة، صعوبات تعلم، توحد، داون، هن تقريبا ربيعانين بهذا المكان وعاملين يعني عاملين نحن مثل عن جد مثل الاسم على مسمى بيت عيلة، فيها مهارات تنمية فكرية، فيها نشاطات وفيها نوادي، وبيطلعوا كتير نشاطات لأولاد، مسابح، نوادي، أولمبيات بيشاركوا فيها. فعالية أول شيء بتألف المحبة والود، إنه هدول عناصر فعالة بالمجتمع وما بيقولوا عن غيرهم، لكن بدو مين يفهمون. بتعرف المستويات متفاوتة، في ناس إعاقة حركة الفكر تبع عندها جيد جدا ما في أي مشكلة عندهم، وفي بعض الإعاقات الفكرية. نحن ضيوف بهذا الملتقى، وإن شاء الله يا رب بيكون ملتقى ناجح والبشائر واضحة، الابتسامات مزروعة على وجوههم. الفعالية تضمنت أنشطة ترفيهية متنوعة من غناء وعزف ومسرح، إضافة إلى توزيع الهدايا والجوائز للأطفال.
لمة حلوة وفرحة حلوة مع بيت العائلة، أطفال متلازمة الحب، يعني أحلى أطفال وأصدق شعور وأصدق أحاسيس عندهم، ونحن كتير بيشرفنا نشارك معهم بكل مناسباتهم، لأنه الحب والعفوية الصادقة والفرحة الحقيقية اللي بتشوفها بعيون الأطفال. احنا اليوم بجمعية البيت العائلة مع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة اللي هن إخواتنا واللي المحبة بتجمعنا دائما، بنقول لهم المسمى دائما من أجل الابتسامة، لازم نكون دائما مبتسمين، وإحنا اليوم جايين نبتسم معهم، نزرع الابتسامة، نزرع الأمل فيهم وفينا إن شاء الله. نحن نعملون هيك فعاليات من المخ كثير، بتكون كثير حلوة. ليموني يا ليموني، بابا جيب لي ليموني، عشرتها وأكلتها، ما ضامت حتى منها، يلي رايح عمكي، جيب لي شي والكاكي، والكاكي عن صندوق، والصندوق معلوم مفتاح، والمفتاح نحدد، والحدة بده بيضة، والبيضة عجاجة، والجاجة بده أمحى، والأمحى بطحونة، وبطحونة مسكرة، فيها مية عكرة، هون مقص هون مقص، فيها رصة رص رص. جمعية بيت العائلة تعنى بتقديم المساعدة لأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة والمصابين بمتلازمة داون من خلال جمع هؤلاء الأطفال في بيت واحد وتأهيلهم للاندماج في المجتمع. أما هلأ ليا بننتقل لمساحتنا الطبية لليوم لنحكي عن أسنان الأطفال. في كتير من الأطفال ليا بيكون في فراغ بين أسنانهم، وهي صورة طبيعية لنمو الأطفال، لكن في بعض الحالات بيكون إلى أثر كبير بالمستقبل، ممكن تأثر على صحة الأسنان والفم عند الطفل، ممكن تسبب مشاكل تجميلية بالمستقبل عند الطفل أكيد. تمام نور، ورح نحكي أكثر اليوم مع الدكتور عماد الأيوبي اختصاصي في علاج الأسنان وتقويمها. صباح الخير دكتور. صباح أهلا وسهلا فيك. سلام يا رب. أهلا وسهلا، يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. خلينا نحكي عن الفروق بين الأسنان، الأسباب. يعني في منهم بعتبر هي حالات طبيعية ببداية السنوات الأولى وبتستمر بشكل طبيعي، بس في منهم بعض الحالات بتبقى، يعني بكون المسافة أساساً بعيدة بين الأسنان فبيبقى بعض الفراغات. الأسباب الأساسية لإلى هلا، أول شيء مثل ما قلت يفترض نميز بشكل كتير مهم بين الفراغات الطبيعية والفراغات غير الطبيعية، لأنه كتير حالات بنواجهها فراغ بيكون طبيعي خصوصي عند الأطفال بأعمار مثلا 11 سنة 12 سنة، بيراجعوا طبيب للأسف بسبب جهل أو إصرار الأهل أهو اللي هو يسكروا هالفراغ. هالفراغ إذا سكرناه ممكن يكون اللي إحنا بدنا إياه لحتى تبزغ أسنان دائمة بالمستقبل. لهيك لازم نميز بداية بين الفراغات الطبيعية وبين الفراغات غير الطبيعية، واللي لها كتير أسباب مختلفة. كل عمر والشيء الطبيعي بعمر ممكن ما يكون طبيعي بعمر تاني. يعني مثلا الفراغ بعمر بالنسبة للأسنان المؤقتة بعمر مثلا 3 سنين غير بعمر 6 سنين. 3 سنين ممكن يكون غير طبيعي، بينما 6 سنين هلا بدهم يطلعوا الأسنان الدائمة، بده يصير في عنا وثبة نمو، لازم يكون في عنا فراغات بين الأسنان. إذا ما كان في الأسنان الدائمة ما حتلاقي إلى مجال إنه تطلع. لهيك لازم كل عمر في له حالة معينة للأسنان، فراغات بتكون موجودة أو غير موجودة، توزعها ممكن كمان يختلف. مثل ما حكيت لازم نميز بين الفراغات الطبيعية والفراغات غير الطبيعية. الفراغات الطبيعية إذا بدنا نحكي الشيء الشائع، يفترض مثل ما حكينا بالأسنان المؤقتة تكون بعمر 5-6 سنين، بالحالة كتير بنواجهها وكتير أهلي بيسألونا عنها بداية بزوغ الأسنان الدائمة. يعني أول ما يبزغوا بيكون في عنا الأسنان كبار، في عنا فراغات بين الأسنان. صحيح. وطالعين باتجاه كل واحد باتجاه هو، هذا هو مسار البزوغ. كل الأهل بيراجعوا أنه أنا أسنان ابني كبير في عنده هالفراغات لازم تقويم، بنقول لا، بهالمرحلة من العمر من 7 سنين لـ10 سنين لحتى يبزغ الناب طبيعي أنه تكون هالفراغات موجودة بالمنطقة الأمامية، موجودة عنا حصراً بالمنطقة الأمامية. تمام دكتور، هل شرط أنه إذا كان في هاي باللسة هاي الزيادة ما بعرف اللجام الشفافة، تمام، هل هي شرط أنه يكونوا لازم الأسنان يكونوا رح يكونوا فرق بعد التبديل وهيك وبدأ شيل هاي دي بالنسبة للجام الشفة العلوية؟ هو شيء طبيعي موجود عند كل الأشخاص، يعني الجنين بيولدوا فيه عنده لجام، ولكن مع الوقت الشيء الطبيعي أنه يتراجع هذا اللجام لورا الأسنان لقبة الحنك. هلأ في حالات بيضل موجود فيها، بالحالات اللي بيكون رقيق ومو عامل مشاكل ما في داعي نتداخل عليه، بس في حالات بيكون سميك أو بيكون شيء أو بنسميه لجام منخفض، فبهيك حالات بيخلي يصير في عنا فراغ بين الأسنان، وقد ما حاولنا نضبه
ممكن حتى يعني باجراءات تقويم عاده بنضب هذا الفراغ اذا كان اللجام موجود وما شخص الطبيب انه هذا اللجام موجود، مجرد ما فكينا التقويم او قمنا التثبيت يرجعوا لسنانك. لهيك كمان يفترض انه هذا اللجام ينقص، طبعا ايمتى ينقص بحيث انه ما يصير فيه العائق الاسفنجي اللي بين الاسنان، طبعا ايمتى بينقص كمان هون في تفاصيل كثيره، ما بيصير نقصه على بكير لحتى ما يصير فيه ندبه وتمنعي يقربوا الاسنان على بعض، وما بيصير نتاخر فيه لحتى ما يرجعوا الاسنان، هالشيء بيرجع للطبيب بيقدر الوقت المناسب لحتى ينقص، بس مو دائما. لما نلاقي يعني كمثال كمان لنوضح الفكره، اكتشفنا عن طفل بعمر 6 سنين انه في عنده لجام منخفض، هذا اللجام المنخفض مؤدي لفراغ، غلط انه مباشره ننقص هذا اللجام، لانه مثل ما قلت حيصير في ندبه وبالتالي حتمنع انه يضبوا الاسنان على بعض، هذا الحل الامثل بالنسبه له بعمر 11 سنه 12 سنه لما بده يبزغ الناب بنقصه وبنخلي الناب لما يبزغ انه يضبوا الاسنان على بعض. بعمر صغير يعني. تمام، بس يعني مو بعمر صغير كثير، بالعمر وقت بده يبزغ الناب او نحن عم نساوي المعالجه التقويميه. طيب دكتور، ايمت بنقول عن هي الحاله فراغات بين الاسنان الاماميه انه هي حاله غير طبيعيه؟ يعني ذكرت العمر والحاله، ولما نقول الاسنان دائمه بعد 11 سنه بيراجع كثير من الاهالي بخصوص هذا الموضوع، ايمت بنقول انه لا هون في مشكله يجب حلها؟ هلا بالنسبه للمشكله لازم نقسمها بين قسمين، مشكله تجميليه ومشكله لا وظيفيه انه ممكن تاثر. هلا غالبا عم تكون المشاكل بالنسبه للاسنان الاماميه مشكله تجميليه لا اكثر ولا اقل. يعني الفكره الاساسيه هي لنبسط الموضوع انه المورثه المسؤوله عن حجم الاسنان مختلفه عن المورثه المسؤوله عن حجم الفكين. لهيك ممكن ياخذ من الام مثلا مورثه حجم اسنان صغيره، بينما حجم الفك اخذه من الاب. لهيك صار في عنا بيطلعوا الاسنان في فراغات بيناتهم لانه حجم الاسنان صغيره. هي طبعا اذا بشكل طبيعي وراثي، احيانا لا مو هيك بتكون المشكله، احيانا في عادات سيئه، مثلا طفل بيمص اصبعته، لما يمص اصبعته على هو الطريقه اللي بيمص فيها ممكن الاسنان يطلعوا لبرا، اذا طلعوا لبرا بيصير في فراغات بيناتهم. كمان هي مشكله مرضيه بالنسبه للفراغات، اذا كانت بعمر صغير ممكن تاثر على النطق، ممكن كثير احرف ما تطلع عنده. طبعا عم نحكي كل هالحكي على الفراغات الاماميه، لسه ما فتنا بقصه الفراغات الخلفيه اللي ممكن يكون لها مشاكل ثانيه كثير كبيره. تمام، بقى كل هي مشاكل مرضيه يفترض انه تتدارك، كل ما عالجناها بشكل ابكر من كل ما كانت النتيجه افضل، وفرنا مشاكل كبيره على الطفل. تمام دكتور، عم نشوف يعني في كثير دكاتره عم تبلش تحط التقويم بعمر بكير نتيجه يمكن ظروف بناء الاجسام بشكل سريع عند الاولاد، ما بدنا نقول لهم اطفال، يعني عم نشوف يعني انا بتذكر انه كنا بالاعدادي تقريبا نحط التقويم مو بالابتدائي او باخر الابتدائي. خلينا نحكي عن الزمن الصح، او هو كل جسم بيحدد ايمت خرج ينحط تقويم؟ تمام، سؤال كثير حلو لانه كثير كمان بنتعرض له، انه يعني للاسف او مو بس بنتعرض له، احيانا بيسالونا يا الاهل بشكل متاخر، يعني بيجونا احيانا اهل بعمر 16 17 سنه لسه مو حاطين لاولادهم تقويم، ليش مو حطيتوا؟ رحنا لعند الدكتور وقلنا استنوا ليطلعوا كل الاسنان. لهيك بنقول كل طفل او كل حاله، يعني بغض النظر عن طبيعه الاجسام، كل حاله في لها وقت معين للبدء بالمعالجه التقويميه. يعني في عندنا حالات مثلا شقوق الشفه وقبه الحنك بنبلش فيها بنحسن نعتبره معالجه تقويميه من اول ما يولد الطفل. في عندنا حالات اسعافيه، مثلا شيء اسمه عضه معكوسه، يفترض دائما الفك العلوي يكون يحتضن الفك السفلي. في عندنا بعض الحالات لا، بيكون في عندنا اما سن او مجموعه من الاسنان او الفك كله الفك العلوي جوات الفك السفلي. هيك حالات لازم اول ما نكتشف الحاله، لو اكتشفناها بعمر 4 سنين او 5 سنين نبلش بالمعالجه التقويميه. في عندنا حالات بنحتاج لتوسيع الفك العلوي، بهيك حاله لا ممكن نبلش ابكر، كل ما بلشنا ابكر يعني عمر 6 7 سنين قبل ما الدروز الفكيه تتعظم ممكن انه نبلش فيها. في عندنا مثلا كمان حالات باعتبار عم نطرح امثله، في عندنا تراجع فك علوي. اذا بدنا نقدم الفك العلوي متى ما تجاوزنا بعمر ال 11 سنه غالبا ما بيصير في عندنا تقديم للفك العلوي، لهيك بنبلش فيه من عمر مبكر. بالمقابل في حالات لا بنتاخر لحتى يكتمل الاسنان، يعني الحالات اللي بتكون المشكله بالاسنان ما لها موجوده ضمن العظم، ايه بناخر المعالجه التقويميه لحتى يكتملوا الاسنان، لحتى ما يضلوا عنا الاهل مثلا 5 6 سنين حاطين التقويم المرضى الاطفال، وبالتالي بيضيق خلقهم وبالتالي بيضيق. لهيك اذا المشكله سنيه، اذا بدنا نلخصها، اذا المشكله سنيه ممكن انه نبلش ليكتملوا بزوغ الاسنان يعني بعمر 11 12 سنه، اذا المشكله كانت لا في عنا تضيق بالفك او في عنا عضه معكوسه بنبلش ابكر قدر الامكان. في عنا بعض الحالات اللي بنسميها معالجة وظيفية، هيك حالات بنستنى لقبل وثبة النمو، يعني البنات بعمر 10 سنين الشباب بعمر
11 سنه لحتى نبلش فيها المعالجه التقويميه. هلا الاهل ما حيعرفوا شو المشكله عند اولادهم، صحيح، وما حيعرفوا امتى بدهم يبلشوا. لهيك نحن دائما بناكد على اهميه انه يفترض حتى طبيب الاسنان العام ما حيعرف امتى، لهيك يفترض مختص. تمام، كل سنه او اذا ما بدنا كل سنه على الاقل بعمر 6 سنين وبعمر 10 سنين يتم مراجعه اخصائي التقويم للاستشاره، سواء كانت المشكله واضحه او ما لها واضحه، لانه في اطفال الاهل كثير بيديروا بالهم عليهم، بيعملوا لهم كل الاجراءات الوقائيه، لهيك لا بيصير عندهم نخول ولا بيصير مشاكل، صحيح. ما بيحتاجوا يراجعوا طبيب، تمام؟ بينما ممكن تكون مشكله ما لها واضحه عندهم بتاثر على بعدين، لهيك دائما يفترض تصير في مراجعه لطبيب اخصائي التقويم بعمر 6 سنين وبعمر 10 سنين. بس قديش بيلعب دور جهاز التقويم لتقويم الاسنان؟ يعني سابقا كنا نشوف الجهاز يعني معقد بياخذ سنوات طويله، اليوم لا، عم نشوف احيانا في اجهزه خفيفه للاطفال متحركه بتخفف الضغط عليهم. هلا بالنسبه لجهاز التقويم يعني مثل ما كرشي تطور كمان، صحيح. جهاز التقويم كثير تطور، يعني حتى هلا كمان اللي شايفتيه انت معقد في غيرك كثير مرقت فتره موضه، صحيح. يعني يجوا لعندنا ما في اسنان بس ركب لي ايه بس ركب لي تقويم اسنانك، ما فيهم شيء لا ركب لي مشان يحط المطاط الملون اللي عليه. بس على كل في اشخاص لهلا انه ما بيحبوا منظر التقويم، صحيح. في عندنا خيارات بديله صارت كثير، يعني صار في عندنا سواء التقويم اللساني اللي عوض ما يتطبق على الاسنان من برا البريسز ممكن انه تتطبق من جوا، طبعا باستطبابات معينه وبحالات معينه وفي لها مشاكل معينه، عم نحكي هلا بشكل عام. في اخر شيء اللي نزل اللي هو اللي بنسميه التقويم الشفاف الانفيزيلاين، اللي هو يعني كشركه منه الانفيزيلاين، اللي هو عباره عن قوالب، عدة قوالب على هواء عن طريق الكمبيوتر بيتم تصميمها بحيث انه يبدلها المريض كل فترة، طبعا لحالات معينة وباستطبابات معينة ممكن تكون بديل عن منظر الحاصرات اذا في حدا ما بحبه، مع العلم انه هي صارت يعني موضة يعني وكثير كثير منتشرة، ما له هالشيء المزعج بالنسبة للأطفال. دكتور دائما مشكلة العصر ومشكلة المشاكل، يعني انه نحن بنحط تقويم بنشيله، ما بنحط مثبت، ما بنتبع تعليمات الطبيب، بنرجع شو بصير؟ بيرجعوا الاسنان بيفرقوا اذا كانوا فرق او بيرجعوا بيتفشكلوا، ما هي ما بياخذوا يمكن يعني صح كل تحملوا كل هالوقت، بعدين هن بيشيلوا التقويم بيرجعوا الاسنان مثل قبل. اول شيء خلينا نحكي عن الفتره الزمنيه الصحيحه لوضع التقويم، ثاني شيء خلينا نحكي هل المثبت هو يعني بيثبت الاسنان؟ خلصت احنا ما بنستفيد من كل هالسنين لما ما بنحط المثبت، معقول؟ هلا يعني أول شيء، أنا من الأشخاص اللي عانيت من فراغات الأسنان، أنا شلت التقويم رجع في فراغات كأني ماني حاطة. تمام. هلا أول شيء بالنسبة لفترة التقويم تختلف طبعا على هوا الحالة. أوكي. يعني كثير في فرق، ما بنحسن نحددها في فترة زمنية معينة، ولكن يعني مثلا عادة توسيفك علوي ممكن 6 أشهر كذا، إذا عندنا بروز ممكن إنه إغلاق، يعني بيختلف بين مريض ومريض، بس ممكن من السنتين سنة ونص سنتين، وممكن تمتد لفترة أطول إذا كان في عندنا مشاكل فكية وجهية كبيرة. أوكي. هلا بالنسبه لفكره التثبيت لحتى نبسط الموضوع، احنا عندنا السن موجود ضمن العظم ضمن رباط هو اللي ماسكه، هذا الرباط في له ذاكره بحيث انه مثلا بتتجدد بشكل مستمر، يعني بعض الابحاث بتلاقي انه الذاكره تبعه ممكن تستمر لسنتين. شو يعني الذاكره؟ يعني مثلا السن بالاصل كان فاتح، نحن عملنا له روتيشن جلسناه حطيناه بمكانه، بتضل هالالياف عم تحاول ترجعه لوضعه اللي كان عليه ممكن لسنتين تضل. لهيك نحن بنحط بعد ما نفك التقويم بنحط التثبيت سواء كان متحرك او كان ثابت لحتى الرباط الجديد الالياف الرباطيه تتعود على الوضع الجديد وما بقى تحاول ترجع السله كان الوضع اللي كان عليه. هلا في حركات كثير ناكسه، يعني مثل ما قلت حركات الدوران اذا سن فاتل بالاصل ونحن جلسناه ممكن انه تنكس، لهيك فتره التثبيت بدها تكون طويله، بينما مثلا في عندنا بروز بالاسنان ونحن رجعناها للخلف وعملنا قلع بهالحالة، هون بالنسبة للنكس بيكون كتير قليل. لهيك يعني كل حالة فترة التثبيت تبعها مختلفة، لهيك في حالات ممكن نضل سنين عم نثبت، في حالات بنكتفي بالتثبيت لبعد يعني سنة ممكن، في حالات سنتين. لهيك بس التثبيت انه ضروري اغلب الحالات اي لازم يكون في عندنا تثبيت ضروري حتى ما يصير في عندنا نكس في المعالجة. طيب بالختام دكتور خلينا نعطي بعض النصائح لكل الاهالي اللي عم يتابعونا وممكن يكون اطفالهم بيعاني من فراغات بين الاسنان، انه الموضوع فعليا ما بيخوف اذا من البدايه عرفنا شو المشكله وعالجناها. هلا انا النصيحه اللي بنصحها انه ما نشخص نحن كاهل لاطفالنا، لا لاطفالنا ولا لاطفال غيرنا، اي شيء بنشوفه معلش وقتكم غير وقت اولادكم،
اي شيء بنشوفه بنحسن بنراجع الطبيب، لانه مثل ما قلنا ممكن تكون مشكله مو مبينه معنا، انه عادي عادي والله بنت عمه هيك كان عنده ومشي الحال، بنت خالته ما احتاجت لدكتور وهيك، لا اي مشكله بنراجع الطبيب، هو بيعطينا التشخيص الصح. نفحص نحن مو غلط بس انه نشوف اسنان اطفالنا ونفحصهم بشكل مستمر، اذا شفنا شيء كمان ناخذه عند دكتور لو بغير عمر 6 ل 10 سنين، وباكد على قصه نصيحه انه كثير في عندنا مشاكل سنيه ممكن تاثر على الجسم بشكل عام، يعني ما لها محصوره بمنطقه بس بالفم والاسنان، لهيك كثير ممكن من خلال مراجعه صغيره انه نوفر على اطفالنا مشاكل كبيره بالمستقبل. نتمنى السلامه للكل وشكرا للنصائح اللي قدمتنا اياها، ميرسي لك دكتور. الله يسلمك. شكرا لك دكتور. اما هلا مشاهدينا بننتقل لمادتنا التاليه وتحديدا لمحافظه دير الزور، اقامت مؤسسه الشهيد مبادره لابناء الشهداء بتقديم اللوازم المدرسيه، التفاصيل مع مراسلنا ابراهيم الضللي. تحت عنوان أبناؤكم أمانة في أعناقنا، أطلقت مؤسسة الشهيد بدير الزور مبادرة لتقديم اللوازم المدرسية لألف طالب من أبناء الشهداء. طبعا نحن متعودين ندعم أبناء الشهداء كل سنة بداية الافتتاح المدارس، أنه نقدم لهم قرطاسيات، يعني قام نقدم لهم له شيء بسيط، يعني أنه هم قدموا أرواحهم بصراحة، يعني أنه شكون ما نعمل لهم، نحن ما رح نكون مؤدين أي شيء. واليوم مع اقتراب افتتاح المدارس حبينا نقدم لهم قرطاسيات، شيء يعني بسيط لو انه بس يخفف عنهم العبء. فعاليه باسم ابنائكم امانه في اعناقنا، طبعا الفعاليه تستهدف 1000 من اطفال الشهداء. طبعا الفعاليه راح تتم على مراحل، اول شيء راح نبدا بالمدينه وبعدين راح ننتقل على الريف. اليوم قمنا باستهداف المدينه وخلال مراحل راح ننتقل الى الريف. طبعا الفعاليه تتضمن قرطاسيه والصداري وكافه مستلزمات المدرسيه لاطفال الشهداء. الحمله تهدف لتشجيع أبناء الشهداء على مواصلة العلم وتكريسا لشعار عمل المؤسسة خدمة الشهيد في أهله. إبراهيم الظلي، الإخبارية السورية، دير الزور. ومكفيين بصباحنا ومكفيين بمواضيع تحضيرات للعام الدراسي الجديد، يعني الكل نور بتلاقيه عم يشتغل وعم يسعى لتحقيق عام دراسي يتوفقوا فيه طلابنا، ان كان نفسيا وان كان بالمساعدات الماديه اصلا والعينيه. وعم نشوف كثير من المبادرات نور عم تسعى لمساعده الاهل بتخفيف اعباء الوضع والمصاريف يلي صحيح. عم تكون بهذا الوقت وضمن الغلاء يعني الكبير والوضع الاقتصادي والمعيشي اللي عم يعني كل الناس، خصوصا مع بداية العام الدراسي كثير من المبادرات والفعاليات والجمعيات قاموا بمبادرات وفعاليات لدعمهم لتقديم اللوازم المدرسية والقرطاسية لتأمين لكل الطلاب المقبلين على عام دراسي. ومنا فريق عمرة التطوعي اللي دائما عنده شيء جديد لنحكي عن هذا الموضوع أكثر، معنا محمد فطايري وحنين الرحبي متطوعين بفريق عمرة التطوعي. سعد صباحكم وأهلا وسهلا فيكم. صباح الخير، اهلا وسهلا فيكم. بالبدايه حنين، خلينا هيك نحكي عن الفكره، وخلينا نحكي عن كفاله طالب، كيف بلشت الفكره وشو يعني كفاله طالب من خلال مبادرات اطلقتوها انتم؟ يعطيك الف عافيه يا رب. هلا نحن صارينا سنوات كثيره عم نشتغل على فكره كفاله طالب علم. نحن مثل ما بتعرفي هلا مقبلين على عام دراسي، نحن كفريق تطوعي دائما بندرس احتياجات المجتمع، فهلا في عنا مبادره واللي هي مبادره كفاله طالب علم. نحن بنحاول قدر الامكان انه بنامن مستلزمات الطالب من قرطاسيه وحقائب مدرسيه. تمام، يعني عم نشوف يمكن الاحتياجات كثير صارت عبء على الاهل. محمد خلينا ننتقل عند حضرتك، اهلا وسهلا فيك. فريق عمرة دائما مبادراته بتكون على ارض الواقع مع اي حدا محتاج. حكيت شوي حنين عن كفالة طالب، اليوم خلينا نحكي عن ابرز الاحتياجات يلي بتقدموها ضمن المبادرة. ضمن مبادرة كفالة طالب علم هي حملة اسم آية الدائري، أحد المتطوعات بفريق عمرة التطوعي، توفت من عامين تقريبا، هي كانت ضمن عم تشتغل ضمن هالحملة. هي الحملة هي ضمن المبادرات الإغاثية اللي مشتغلها دائما فريق عمرة التطوعي بهذا الموسم، موسم بداية الموسم المدرسي. الهدف منها طبعا تأمين احتياجات
الطلاب من قرطاسية، من حقائب مدرسية، من مستلزمات مدرسية لتخفيف العبء على الأهالي. طبعا الاحتياج دائما عم يكون كتير كبير. صحيح. الأعداد المحتاجين كل يوم وكل سنة عم يزيد عن السنوات القديمة، بالإضافة إلى أنه دائما كمية الدعم عم تقل بسبب غلاء هدول المستلزمات. اليوم نحن كمؤسسة عمرها، كفريق عمرها التطوعي المحضة ضمن المؤسسة، عم نحاول شوي شوي نأمن هدول الاحتياجات بالقدر اللازم بالإمكانيات المتاحة. يعطيكم ألف عافية والله يقويكم. خلينا نحكي فعليا كيف بيتم اختيار المناطق، الطلاب، المعايير كيف بتكون، كيف أي حدا يمكن عم يتابعنا حابب فعليا كمان يتواصل معكم لكفالة طالب علم كيف بيكون؟ اليوم عمرها اشتغل بحوالي 8 سنين إغاثة. في فرق جوالي، فرق ميدانية، عم تشتغل على عملية جمع البيانات، تحليلها، تحديثها كل سنة، بالإضافة للحالات الطارئة اللي عم تروق كل سنة. هاي البيانات عم تشكل قاعدة مستفيدة كبيرة لفريق عمرها التطوعي، حسب معايير عدد أفراد الأسرة، وجود رب الأسرة من عدمه، المعيلين بالأسرة، وجود ذوي إعاقة، بالإضافة لمعايير تانية. هدول كلها بتميز أسرة عن أسرة بأولوية احتياج. في أعداد يعني بتحصروها وبتقولوا كل سنة إنه فعلياً حابين يعني نوصل لعدد معين؟ يعني صراحة بالسنوات الماضية كان في أعداد وكنا نقدر نوصلها. اليوم إذا أنا عم بحكي أرقام السنة الماضية، نحن وصلنا لألف حقيبة مدرسية، اليوم عم نحكي على 150 حقيبة. كنا عم نحكي مثلاً على 2000 مستفيد، اليوم عم نحكي على 4000 مستفيد. دائماً الرقمين عم يتبادلوا عكسها، كل واحد باتجاه الآخر، عكس الآخر. لهيك نحن عم نحاول نأمن الأولى احتياجها. اليوم كتير بيجي للمؤسسة أشخاص طالبين تسجيل أو طالبين احتياج رغم إنه هن مسجلين، بس صراحة قلت الإمكانيات، قلت الدعم، غلاء المواد المدرسية، يعني العالم عم يتبرع بنفس المبلغ أو أكثر بشوي، بس هو عم يشتري مواد أقل من المستلزمات. صحيح. المدرسية. نعم. حنين خلينا نحكي أكثر، يمكن أي مبادرة في إلى تحضيرات، في إلى ناس مختصين ب يمكن إن كان بفرز، إن كان بتوزيع، إن كان بتقييم أيضا الحالات اللي بحاجة أكثر من حالات. اليوم خلينا نحكي الفريق قديش وصل لهيدا المدى من التنظيم بتوزيع وبمساعدة الأشخاص. ايه هلا نحن دائما بيكون في متطوعين بجهز القرطاسيه، بيكون في توزيع، ناس عند الاقلام، ناس عند الدفاتر، كل القرطاسيه اللي موجوده. فنوزع المتطوعين على هذا الاساس، ناس بتعبي الشناتي، ناس بتوزع انه الاقلام وهيك. فناس في فريق جواله بينزل على ارض الواقع ميدانيا بيتم توزيع الشناتي. بكل منطقه في الى عدد متطوعين محدد بينزل على هي المنطقه، بيكون في حدا بيشرف معهم، بيتم التوزيع للاشخاص المحتاجين. طيب استاذ محمد حكيت نقطه كثير مهمه، يعني انه فعليا سنويا عم تزيد الاعداد بدل ما تقل، لانه فعليا نحن بظرف اقتصادي ومعيشي صعب وغلاء. يعني الشنطه بعتقد هي السنه 4 أضعاف قيمه الشنطه العام الماضي. لكل حدا يعني حابب يتواصل معكم فعل خير، كيف بيتم الاجراءات؟ لانه يمكن لولا فعل الخير الموجود بالمجتمع المحلي فعليا هي المبادرات كلياتها ما بتستمر. صراحة دعم المجتمع المحلي زائد دعم الشركات الوطنية، دول اثنين بتتظافر جهودهم سواء اليوم لنوصل لدعم أي مبادرة. صحيح. المجتمع المحلي اليوم يمكن هو حاسس بالوجع أكثر من حدا اللي بعيد. لو حدا عم يقدر يجيب ألم ألمين شو ما كانت، هو موضوع كتير مهم. ليش؟ لأنه اليوم أي شيء هو بيجمع. يعني نحن اليوم عم نحكي على تجهيز حقيبة لطفل بالصف الأول أو الثاني، اليوم عم تحكي على المبلغ بين 100 و150 ألف، يعني هو مبلغ ماله قليل لأسرة سورية مثلا في ظل هاي الأزمة الاقتصادية اللي بنعيشها. اليوم اي حدا حابب يدعم مؤسسة عمرها او فريق عمرها او اي مؤسسات اليوم عم تشتغل بهذا القطاع بمجال القرطاسية بموسم المدرسي، عم يتواصل على البريد الالكتروني او على ارقام او على الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي لأي تبرع. نعم. يعني كمان خلينا نحكي عن الشركاء والداعمين، حكينا يمكن عن طريق التواصلهم، بس أكيد يمكن دائما نحن بحاجة لدعم، بحاجة لمساعدة، لمساندة، إن كان من تجار، إن كان للناس رؤوس أموال يعني عم تساعد هالمبادرات يلي عم تطلقوها اليوم. خلينا نحكي عن المصداقية، عن الضمان لهدول الشركات يلي حابين يساعدوكم، يلي حابين يقدموا لكم يمكن مساعدات لمساعدة الناس.
اليوم نحن كفريق عمرها وكمؤسسة عمرها انتقلنا من مرحلة التطوع لمرحلة التنظيم. اليوم كنتي كمؤسسة شبه حكومية عم تشتغلي ضمن دمشق أو الأراضي السورية، عندك قوائم توزيع محددة، عندك أرقام تواصل لدول الأشخاص، عندك قوائم استلام، عندك جهات مسؤولة عنك سواء وزارة الشؤون الاجتماعية أو محافظة دمشق، كل هدول هنا بشكلوا لك مصداقية. زائد الحالات في كثير من الأشخاص الداعمين سواء شركات أو مجتمع محلي أحيانا بيزل معنا على عمليات الإحصاء، عمليات التوزيع، بيشرف على الإيفنتات اللي نحن عم نشغلها ضمن هذا القطاع، كمان هذا بشكل له مصداقية أكثر. أكيد بالختام بدنا نتشكركم على هي المبادرة وعلى الجهود اللي عم تقوموا فيها ولكل المبادرات والفعاليات لكثير من الجمعيات فعليا بالتشاركية مع المجتمع المحلي خصوصا ضمن هي الظروف الاقتصادية والغلاء المعيشي. مثل ما قلت التكلفة صارت مضاعفة أضعاف وأرقام عم نسمع هي أرقام خيالية، ففعليا لأي حدا حابب يكون فاعل خير ويمد يد العون فيهم يتواصلوا معكم ومع كثير من المبادرات والجمعيات الموجودة على الأرض. شكرا كثير لكم. شكرا كثير الإخبارية السورية، شكرا كثير للإعلام السوري، اليوم هو عم يعكس الشيء اللي نحن عم نشتغله وصل صوتنا للأشخاص اليوم ما لقدرانا تشوفه. تمام، شكرا كثير لكم، أهلا وسهلا أستاذ محمد وحنين، أهلا وسهلا شرفتونا. لهون مشاهدينا منكون وصلنا لنهاية مشوارنا الصباحي، بدي أتمنى هيك الفرج يكون قريب لكل الناس والهموم تنزاح عن صدورنا كلنا، ويكون هيك يومنا منيح ويهدي قلوبنا ونفوسنا يا رب. بقية النهار يحمل معه كل الخير لكل الناس، وأنا بدي أتمنى عليك يوم حلو يا نور. نهارك سعيد ليا، اكيد نتمنى نهار يحمل الخير والبركه والانفراج والرزق وراحه البال لكل الناس. ملتقانا بكره على شاشه الاخباريه بحلقه استثنائيه لكل المحطات الصباحيه خلال الاسبوع. الى اللقاء.